في ايه؟ انا اسف جدا، انا عايز الاستاذ رشاد. انا لسه قلت حاجه، انا عايز الاستاذ رشاد. الله اكبر، انت كنت فين يا سكينة؟ الاستاذ رشاد كنت فين يا سكينة الموضه دي كلها وسايبانا على التليفون؟ بتغيري الكفوله للواد؟ طب اسمعي بقى اما اقول لك. لا انت اللي تسمعيني عشان الكلام اللي انا بقوله صح. لا، ما هو انت اذا كان عايز يطلق يكتب لي التنازل عن كل حاجه ويروح في 60 داهيه. لا بلاش بلاش عمتي، بلاش الموضوع دي، اصلها وليه شرانيه ونكديه. بقول لك نكديه وشرانيه، انت هتعرفيها اكتر مني. انا جرايس كده ما تسمعي كلامي. ما انت حاضره يا حبيبتي، يعني من حقك الشقه. ايوه طبعا، امال ايه؟ طبعا ومن حقك المؤخر. والبوتاجاز. الله اكبر. ايوه الله، انا انت ما تسيبلوش اي حاجه خالص. يعني انت المفروض اتجوزت واحد تاني، هتعيش معاه ازاي؟ على البلاطه كده؟ وبعدين كل ده علشان ايه يا سكينة؟ عشان طبخه؟ عشان طبخت له ملوخيه؟ خلاص هاتيله باميه. ما هو كيلو باميه ب8 جنيه، والباميه عايزه لها كيلو لحمه ضاني ب 12 جنيه، ويعني هياكل. لازم طبعا معاك معاك تجيبي له بران رز. بران رز؟ ايوه يا اختي بران رز. امال ايه؟ وليمون تي؟ يعني ده ليمونه زي الدعدع ب 10 سنين. الله، بقول لك يا ستي سيبيني. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ في ايه؟ اصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاج. جمعا ان شاء الله خير يا ريس. متوفر خير باذن الله، ان شاء الله خير. بيان قيد ونجاح، اصل عايز انقل ولادي من المدرسه بعيد عن البيت لمدرسه جنب البيت. بيان قيد ونجاح اختصاص اخونا الاستاذ مدحت، وهو في دوره تدريبيه يرجع بعد اسبوع ان شاء الله. طب الله. ما ينفعش حضرتك تمشي الشغل في غياب اخونا الاستاذ مدحت؟ لا، زي ما جحا اولى بلحم طوره، كل واحد اولى بعمل شغله، وبعدين ده اسبوع مش موضوع يعني. الله اكبر. تاني يا سكينة، تاني يا سكينة، حولي نفسي. انت لو حاطه دور ما حاطه تقلب الموضوع ده. انت حبيبتي اسمعي كلامي مره واحده. انا هجوزك واحد بقى، بس خلي عرش عندك. ده هتقعدي عندك. بقول لحضرتك ايه؟ الساعه 11 لوقت ظهر ولا عصر ولا مغرب. ها؟ هو الاستاذ بيصلي ايه بالظبط يعني؟